لتنسون الاشتراك في ثامنا القناة. الأسباب والاحتمالات الواردة والمتسببة في تعطل كمبرسرات المكيفات الباكر. رقم واحد، نقص ضغط الفريون. نقص ضغط الفريون له احتمالات وأسباب كثيرة، وهو سبب رئيسي في تعطل الكمبرسر. النقص الضغط يأتي من إما من تسريب وإما من سدد. التسريب معروف، أحد بيبات منظومة التكييف للدائرة الميكانيكية حدث تسريب، إما بسبب احتكاكات أو بسبب زيادة الضغط أو بسبب تكسر بسبب اهتزازات. أما السدد قد يكون جزئي أو كلي. سدد جزئي أو كلي بالفلتر دراير مثلا، أو بالفلتر الاسترينر أو الشبكي الموجود في السكشن لاين في خط السحب، أو سدد جزئي أو كلي في الإكسبنشن فالف أو الكابلري تيوب أو الأورفيس حسب اختيار الشركة المصنعة لوسيلة التمدد، أو سدد جزئي أو كلي لنسيان الفني لمحابس خط السحب، لمحبس خط السحب، أو إذا كان هناك ريسيفر ليكويد لخزان سائل لم يتم فتح المحابس بشكل كلي فيحدث هناك انخفاض في الضغط. التسكير أو السدد الجزئي أو الكلي يساهم في تقليل الأمبير وخفض ضغط خط السحب، مما يؤدي إلى إيش؟ عدم وصول كمية كافية من الفريون للمبخر ومن ثم لخط السحب، فلا يوجد وسيلة لتبريد الكمبرسر إلا خط السحب. ضغط الفريون أو الفريون الموجود البارد اللي جاي من المبخر هو الوسيلة الوحيدة لتبريد الكمبرسر، بغض النظر عن إذا كان الكمبرسر من نوعية فيه تبريد ذاتي أو عن طريق الزيت، لكن الوسيلة الأساسية لتبريد الكمبرسر هي الفريون اللي جاي من خط السحب. فإذا كان الفريون قليل ضغط ناقص راح يتسبب تماما في ارتفاع سخونة الكمبرسر، ومن ثم يحدث يا إما تعطل في الملفات أو القفش الميكانيكي. ومع ذلك الارتفاع في درجة الحرارة يقابله أيضا تميع في الزيت، والكمبرسر يطرد الزيت الموجود داخل السلندر أو جسم الكمبرسر ويرميه للكوندنسر، فيحدث انخفاض في مستوى الزيت وتظهر هناك احتكاكات ميكانيكية فقد تساهم في تعطل ميكانيكي للكمبرسر. رقم اثنين، ارتفاع في ضغط الفريون في قسم الكوندنسر. ارتفاع الضغط يأتي من أسباب عديدة. السبب الأول والمحتمل الكبير يعني الاتساخ الشديد في الكوندنسر في أتربة من الخارج بسبب سوء الاهتمام في الصيانة الدورية والغسيل. هذا يسبب في عدم التباعد الحراري وارتفاع الضغط. السبب الثاني أو الاحتمال الثاني تعطل مراوح الكوندنسر، إما تعطل لأحد المراوح أو تعطل في الملفات، تعطل جزئي فدوران أقل. السبب الثالث تعطل في الفان بليد أو المراوح البلاستيكية أو الألمونيوم المعدنية، تكسر أو اعوجاج وعدم اتزان. السبب الثالث تعطل في كبسترات المراوح، إذا كان فان موتور كوندنسر أو المراوح الكوندنسر من النوع المزودة بكبسترات، التعطل الكلي أو الجزئي للسعة الداخلية للكبستر تساهم في دوران أقل أو توقف كلي للمراوح. السبب المحتمل الآخر دوران عكسي للمراوح، إما بعكس فازات أو تعطل الكبستر. خفص في الزعانف، إذا الزعانف الكوندنسر تعرضت للخفص تعمل إعاقة لمرور وتخلخل الهواء في مسامات الكوندنسر مما يؤدي في ارتفاع ضغط الكوندنسر. احتباس حراري، وجود المكيف في مكان خطأ جوار مكيفات أخرى بمسافات بينية قليلة أو رمي الحرارة من مكيف إلى مكيف آخر، أو وجود مكيف في جوار أجهزة لها انبعاث حراري عالي، أو تعرض كلي
لأشعة الشمس في الكوندنسر، كل هذه قد تساهم في ارتفاع ضغط الكوندنسر. تآكل الزعانف، تآكل الزعانف بسبب ملوحة البحر تعمل احتراق للفينس أو للزعانف المسؤولة على زيادة سطح جسم معدن الكوندنسر، ومما يساعد في التبادل الحراري. إذا تلفت الزعانف هذه يحدث سوء تكثيف بسبب سوء التبادل الحراري بين الهواء الخارجي والكوندنسر، مما يتسبب في ارتفاع الحرارة وارتفاع الضغط. غازات غير قابلة للتكاثف، إذا وجدت غازات داخل الدائرة الميكانيكية للتكييف، غازات غير قابلة للتكاثف مثل غازات الهواء، غازات من مركبات أخرى، عدم الالتزام في قلب اسطوانة الفريون وتعبئة فريون بشكل مركز بشكل سائل، وكل هذه تساهم. قد تم تغيير مثلا كومبريسر ولم يتم عمل فاكيوم جيد للدائرة، فكان في هواء في الدائرة وفي الكومبريسر وهواء في ليات المانيفولد جيج، كل هذه الغازات غير قابلة للتكاثف، ولا يستطيع الكوندنسر أو مع الكمبريسر تحويل غاز التبريد من حالة غازية لحالة سائلة، فيحدث سوء تكثيف وارتفاع ضغط الكوندنسر. زيادة الفريون، زيادة الفريون أكثر من الكمية المطلوبة أو المصممة من الصانع للمكيف تساهم في زيادة الضغط في الكوندنسر. أيضا اختلاف نوعية الفريون، اختلاف نوعية الفريون، مثلا الدائرة مصممة على أن تعمل بفريون 22، فجأة الفني بدون قصد أو بقصد راح إيش عبى فريون 410، نعرف ضغوطات فريون 410 أعلى من ضغوطات 22، والفني راح ركب مثلا فريون 410 لهذه المنظومة، مع العلم مثلا أن الكمبريسر متخصص في 22 والإكسبنشن فالف متخصص في فريون 22، هذا بالفعل قد يساهم بارتفاع شديد في ضغط الكوندنسر. تركيب كومبريسر أعلى استطاعة من الكومبريسر السابق المصمم اللي صممته الشركة، مثلا مكيف 25 طن فيه كومبريسر 13 طن وكومبريسر 13 طن، أو كومبريسر 12.5 طن وكمبريسر 12.5 طن، فجأة الفني قرر انه مثلا ما حصلش كمبريسر 12.5 طن راح ركب 13 طن، 13 طن قد يتماشى، لكن 14 طن 15 طن قد يسبب بالفعل ارتفاع في ضغط الكوندنسر وانخفاض ضغط المبخر. اذا زيادة اكبر من اللازم للكمبريسر البديل يساهم بشكل كبير ارتفاع في ضغط الكوندنسر. أيضا ارتفاع ضغط الكوندنسر يأتي في زيادة حرارة الكوندنسر، وزيادة حرارة الكوندنسر قد تكون أحد الأسباب أن الحرارة هذه جت من المبخر. المبخر هذا تبادل بشكل كبير جدا مع حرارة الحيز أو من الهواء اللي جاي من الدكت الروتيرن من حيز المبنى، في حمل حراري أعلى من الطبيعي، أعلى من سعة المكيف نفسه، فالحمل الحراري هذا امتص حدث تبادل حراري بينه والمبخر، وراحت الحرارة كلها للكوندنسر، والكوندنسر ما استطاع أنه يتخلص من الكمية الهائلة من الحرارة هذه، فأدى إلى ارتفاع في الضغط. أيضا اختيار خاطئ لصمام التمدد أو الكابلري تيوب أو الأورفيس، اختيار مقاس أكبر من الاستطاعة للمكيف يؤدي إلى تبخر نسبة كبيرة من السائل داخل المبخر، فيحدث ارتفاع في ضغط المبخر وضغط السحب وضغط الكوندنسر وارتفاع الأمبير. أيضا سدد جزئي أو كلي للفلتر دراير أو الإكسبنشن فالف أو الأورفيس أو الكابلري تيوب، السدد الجزئي أو الكلي عادة يعمل انخفاض في ضغط الكوندنسر وضغط المبخر وانخفاض الأمبير، لكن إذا كانت كمية الفريون أعلى من المقرر أو كلما حدث سدد راح الفني زود فريون، فالكوندنسر راح يمتلي بشكل كبير من الفريون، فهنا يبدأ يرتفع الضغط بشكل كبير. أيضا سدد جزئي أو كلي في الكوندنسر، وهذه الظاهرة ما تحدث في كل الكوندنسرات، تحدث في الكوندنسرات الألمونيوم،
اللي معروف عنها ان المواسير الكوندنسر تبعها ايش تكون مسطحة، وداخل المواسير في خلايا ذات مسامات صغيرة تشبه خلايا النحل، فعرضة بشكل كبير للسدد الجزئي أو الكلي بسبب البرادات الناتجة عن الاحتكاكات في البيبات والصمامات والكمبريسر. كل البرادات هذه قد لا تصل إلى الفلتر بحيث يتم احتجازها. لا يوجد فلتر في خطوط الطرد، إنما في خط الليكويد، فكل البرادات هذه اللي طلعت من الكمبريسر أول ما يتعرض لها تتعرض لهذه الخلايا الضيقة، فيحدث تجمع للأوساخ والأتربة أو من مخلفات الكمبرسرات السابقة. كل هذه إيش تسكر في الكوندنسر ويرتفع الحرارة ويرتفع الضغط. قد لا يتسكر بالكامل، قد يتسكر بعض البيبات، ويتوهم الفني إنه إيش ما في شيء، لكن لما يحط يده على بعض البيبات يشوف بعضها بارد وبعضها ساخن، فيفضل تغييره. وإن ما حصل الفني كوندنسر يفضل إخراجه ويكون بشكل منبطح ويتم تنقيعه لفترة طويلة بفريون 11 حتى يتم تخلخل فريون 11 في المسامات، ويبدأ يشيك يضغط فريون 11 مع غاز النيتروجين ويطلع، وبعدين يكرر العملية هذه. بعدها بعد ما يكمل يطلع يختبره بفريون 22 ليكويد ومن خط الدخول، ويشوف في الماسورة الخارجة في خط الليكويد نهايتها، يشوف كل المواسير يطلع منها فريون في جميع المواسير في حالة باردة. بهذه الحالة نقول ممكن الكوندنسر يصلح للعمل.